يمكن في الوقت اللي فيه ناس ما بتاخدش اجازات في العيد، في ناس كمان شغلها او العيد بالنسبه لها مواسم، ممكن منهم يمكن الباعة الجائلين. مع دخول العيد بينتشر في كل حته في البلد، لا سيما الاماكن الاساسيه في المحافظات، الباعة الجائلين من يوم الوقفه، يمكن في بعض الشوارع من يوم الوقفه بالليل ما تقدرش تمشي فيها، بيزيد الكلام يوم العيد وبيزداد او بيقل بقى مع يعني انتهاء المواسم، وبيرجع بكثافه في المواسم. يمكن البعض بيرى هذا المشهد انه مشهد مبهج للاطفال، مصدر رزق لبعض من المواطنين، الا ان البعض الاخر بيشوفها سبب ازعاج، تعطيل للمرور، منظر غير حضاري زي ما بتقول الحكومه، زحمه ومشاكل وانتشار للبلطجه. لكن الحقيقه اللي ما ينفعش حد ينكرها ان الباعة الجائلين دول اعمارهم دايما بتقل عن 40 سنه او 68، بتقول 70% منهم معظمهم شباب، اللي هم المفروض وقود هذا الوطن ويعني ثروه هذا الوطن. 30% منهم بيحملوا شهادات متوسطه، 3% منهم مؤهلات جامعيه، 67 من الباعة الجائلين بيعولوا على الاقل 4 افراد. الرقم الصادم في الموضوع ان احنا عندنا من 5 ل7 مليون مواطن بيشتغلوا او مسماهم الوظيفي بائع متجول. 8 مليون مواطن، يعني بنتكلم عن حوالي 80 في 7 مليون، يعني بنتكلم عن 7% من الشعب بيشتغلوا بمهنه بائع متجول، يعني ما فيش تامين صحي، يعني ما فيش دخل ثابت، يعني ما فيش غطاء تاميني، يعني 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 رغم ان حجم التجاره بتاعتهم بيتجاوز 80 مليار جنيه سنويا، وده اللي بيعتبره البعض اقتصاد موازي. لم تستطيع الدوله خلال السنوات اللي فاتت استيعاب هذه الازمه، لم يستطيع الجهاز الاداري للدوله استيعاب هذه الاموال، بل ان الدوله بتقدم دايما حلول، يقول لك تعالى اشتري دكان في الوقت اللي الدكان سعره ما يقدرش عليه اي بائع متجول، ولو كان معاه فلوس بطبيعه الحال ما كانش اشتغل هذه الشغلانه. معايا فيديو لاحد اعلامي النظام يوسف الحسيني، واللي بيعاير الباعة الجائلين، وبيقول البلد صرفت 300 مليون جنيه لتجميل محطة مصر في اسكندرية، لكن تم احتلال المحطة بسبب الباعة الجائلين. مع الأسف البلد بتصرف من غير ما تعمل حساب الناس اللي بتاكل عيش والناس اللي بتسترزق من محطة مصر. بلد بتصرف باليمين لكن ما عملتش حسابها تنفق على هؤلاء أو تعمل لهم دكاكين أو توفر لهم مكان للشغل، فبيكون ده الوضع. نتابع هذا الفيديو للسيد يوسف الحسيني، ونرجع نستقبل ضيفنا او نرحب بضيفنا في الاستوديو، يمكن هنناقش معاه اوضاع العمال ونضع روشته الباعة الجائلين واوضاع المحرومين من اجازه العيد. نتابع. لا، لازم الميدان ده يرجع زي اوانه واحلى. الدوله صرفت، خد بقى مني الرقم ده، خد في قلبك وسر، 300 مليون جنيه علشان خاطر الميدان بتاع محطة مصر في اسكندرية يبقى 10 على 10 على 10. وحصل، حلو كده؟ ازاي اتصرفت 300 مليون يا مولانا؟ وده المشهد. طيب، أجهزة الدولة عملت اللي عليها، جملت ورصفت وعملت كل حاجة ممكن تتعمل، كل حاجة كل حاجة، لكن للأسف الشديد يتم احتلال ميدان محطة مصر مرة تانية بهذا الشكل العشوائي. تكاتك بقى تلاقي فرش موجود، شماسي ونصبات،